مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في متابعة برنامجنا فاسألوا أهل الذكر. مرحبا بكل تساؤلاتكم، مرحبا بكم معنا سواء كان عن طريق الرقم الهاتفي اللي هو كما تنشوفوا مباشرة على الشاشة 93-288-282. مرحبا بتعليقاتكم على الصفحة الرسمية على الفيسبوك الخاصة ببرنامجنا، وما تنسيوش زادة اللي البريد الإلكتروني على ذمتكم. وسائل التواصل هذه الكل تنشاهدوها مع بعضنا على الشاشة حتى هكا يسهل عليكم الكل وين ما كنتم موجودين داخل تونس وإلا خارجها، يسهل عليكم التواصل مع برنامجنا، وإحنا نكونوا سعداء أسرة البرنامج الكل باستقبال هالتساؤلات هذه الكل، أسئلتكم الكل، وإن شاء الله نحاولوا نجاوبوا على أكبر عدد منها. لقانا كالعادة يصحبنا فيه فضيلة الشيخ محمد مشفر. مساء النور فضيلة الشيخ. مساء الخير، وربي إن شاء الله يبارك فيك وفي السادة المشاهدين ويتقبل منا الصلاة والقيام وصالح الأعمال بجاه القرآن العظيم. أمين يا رب العالمين، ربي إن شاء الله يعاوننا على الصيام وعلى القيام. وباش نبدأ مباشرة بعد قليل مشاهدينا الكرام استقبال اتصالاتكم الهاتفية، إذا كان جاهز الاتصال الأولاني نبدأ ونستقبله ونشوف شكون معنا على الخط. مساء النور. مساء الخير اختي، معك الهام العمران الاعلى. مرحبا بك مدام الهام، اهلا وسهلا بك، تفضل شنو سؤالك؟ سؤالي بالله عندي شكون يجتاز البكالوريا في اكزامن مع شهر رمضان، وعندي شكون معناتها اخر امتحانات سنه ثالثه تعليم عالي زاد كيف كيف يتيح مع شهر رمضان. حبيت نسال فضيله الشيخ معناتها يصح للي يستاج الامتحان صيام ولا عنده معناتها حكم معناتها ينجم يفطر فيه ولا باهي الهام؟ ان شاء الله ربي ينجحهم ساعه وليدنا الكل ان شاء الله بجاه القران العظيم. ربي ينجحهم لك مدام ويفضلهم لك. فضيلة الشيخ ديما قلب الأم على أولادها وقت الامتحانات وشهر رمضان، شو نجموا يفيدوها في الموضوع؟ والله احنا نفيدوها نقولوا على ربي سبحانه وتعالى هالشهر هذايا أوجبوا على الإنسان اللي هو صحيح ما عندوش حتى مرض اللي يخوف معناتها ويتعكر صحته أكثر بها الصوم هذا، أبحلهم ربي سبحانه وتعالى ناس الفطر. أما اللي صحيح لبس عليه الامتحانات، احنا نهيئوا وليداتنا نفسانيا وانه هالشهر هذا الفضيل هو باش ربي سبحانه وتعالى يزيدهم به صحه وخير، نسحروهم مليح في الليل، نعطيهم حويجات اللي هو فيهم السكر الطويل كيف الموز ولا غيره، ياخذوا المسفوف قبل كانوا يقدوه معناتها تريف حتى المواد الغذائيه بطيئه الامتصاص اللي باش تعاونهم باش تدلهم قلايبهم واللي ترك باهي للذاكره الزبيب شنو هو ولا تريف زوز معناتها ولا كذا حاجات ولا اللي زاد المالح، المهم يتسحروا مليح ويعرفوا اللي هما بقدره ربي ما يزيدهم كان تركيز وما يزيدهم كان خير ونجاح. هذا لازم يكون من الاول امور نفسانيا، عامل نفساني خاطر هو فما ناس بالنهار ما تاكل حتى شيء ولا بس عليه ومركز وغيره كل شيء. حويجه اخرى ثم عندنا الانسان وقت اللي معناتها بعض سمعوا بعض فتاوى. انا ما شوف نحبوا نفهموها المساله مليح. عام 55 1955 في الازهر الشريف ثم عالم من العلماء اسمه الشيخ بخيت افتى الطلبه يرحموا وينعموا بانهم اللي في المراحل النهائيه واللي معناتها القرايه ما عادش يركزوا افتيلهم بالافطار. ما عملوا فيه في الازهر، ما طردوه من الازهر جمله واحده وجاوبوه برشا علماء من جملتهم الاديب طه حسين دخل فيهم وقال لهم ما تحبوش العلم وما تحبوش كذا. المهم حتى من بعد جاء زاد الشيخ اخر الشيخ محمود شلتوت الله يرحمه وينعمه شيخ من مشايخ الازهر وفتاو. شنو الفتاو؟ مش فتاو لكل الطلبه، لا للناس اللي هما ضعاف بنيتهم ضعيفه معناها البدن ضعيف وما عادش ينجم حتى هو كيف يصيب ساعات ما يوصل العشيه لما معناتها الدوخه تلعب عليه. عملوا قياسهم قياس على المهن اللي هي صعبه كيف الناس اللي يخدموا يكسروا في الحجر، فما ناس في اكل الفرن اللي يبدا درجته عاليه، هذوما الناس ابحلهم ربي المهن الشاقه ولا اللي في منطقه سخونه برشا ابحلهم ربي يفطر في رمضان ويقضي ومن بعد وقت اللي هو يخرج. اما احنا نقولوا لوليداتنا نتسحروا منيح وناكل منيح وربي حول الله ونصيموا وبحول الله تنجحوا وربي ينجحكم بجاه القران العظيم وبالطبيعه خدمه عام كامل مش زاد يقعد انسان لا يخدم لحد شيء وليل صلى الله يحب العلم ويهبط عليه.
وربي بجهل شهر الفضيل هذا ينجح وما يقاوم. ان شاء الله الصيام يزيدهم كان قوه وان شاء الله يكونوا من ناجحين. باش نستقبلوا اتصال هاتفي جديد ونشوفوا شكون معنا على الخط. وذكركم ديما برقمنا الهاتفي مشاهدينا الكرام 93 288 282، صفحه الفيسبوك، الصفحه الرسميه الخاصه ببرنامجنا، وكذلك بريدنا الالكتروني. الكل راهو ما نفلتوا حتى سؤال، الاسئله الكل ناخذوهم بالطرق هذيا الكل. حتى فما بعض الساده المشاهدين تبعثوا في اس ام اس عن طريق الرقم الهاتفي كيف كيف. الاس ام اس نتاعكم الكل ناخذوهم بعين الاعتبار، والاسئله الكل توصل فضيلة الشيخ محمد مشفر بإذن الله. شوفوا شكون معنا على الخط. مساء النور. ألو، مرحبا بك. السلامة. أهلا وسهلا، تفضل. شكون معنا؟ عايشك قوي عزيزة. عايشك عزيزة؟ إي قوي. مرحبا بك، تفضل. مرحبا عزيزة. ربي أنا بابا مرضى عام 87. منين تكلم فينا سي عزيز؟ من مرسى فيل. من مرسى فيل. من مرسى. مرحبا بك. مرحبا عزيزة. تفضل. عايشك بابا نوزع 87، ما عادش يوعي معناها، ما عادش يعرف. توفى عام 92. ربي يرحمه. يا رحمه. عايش. وانا نحب نعرف نسال فضيلة الشيخ كيفاش نعمل باش تخلصوا معناتها، ما يعرفش معناها ربي يرحمه لازم يخلصوا مادام انا موجودة. فهمت؟ معناها باش ما يقعدش دين كيما احنا نقولوا في العامة، نقولوا دين يقعد على كرايم. الشيخ ربي يفضله ويحيينا يحييه وربي ان شاء الله كل عام وحي بخير. وانت بألف خير ان شاء الله. اسمعني باش نسالك سؤال بركة. هو يرحمه وينعمه مريض عام 87، وقتها بدا يفطر هو. وقتها بدا يفطر ما روش فيق بروحه معناها، لا نظر لا فطر معناها، لا حتى تفرزيه راه هيك لقلش بني أنا من أكلس. يعطيك الصحة يا عزيزة، شكرا ليك، وإن شاء الله ربي يرحمه وينعمه إن شاء الله. أوجيتوا رحمة في الشهر الفضيل هذايا، ما تجرت عزيزة جرت بنته. أشو شنو نقولوا فضيل الشيخ؟ هو ماهوش واجب عليه الصوم. هو وقتها جا مريض فضيل الشيخ، وصل للمرض اللي ربي ما أوجبش عليه الصوم، وفاء لانه الاعمال هذه اللي كلفنا بها ربي مع وجود العقل التام. اليوم الانسان مرض معناتها بمرض في العقل، لا الزهايمر ولا ساعات لطف نقط يجي في الذاكره، حاجات هذوما ربي ما اوجبش عليهم الصوم. ولذلك شنو اللي باش تقضي له انت؟ هو ماهوش واجب عليه الصوم. انت تحب تصيم لله في سبيل الله وتنوي الثواب تاع الصوم هذاك، مازالش. اما هو مش كان في صحته وما حبش يصيم، هذا نقضيو عليه. فهمت؟ لانه واجب عليه الصوم. هو مسكين لهنا، لا، هذا مريض ما كلفوش ربي بالصوم، ولذلك ربي ماهوش باش يعاقبه على ترك الصوم لانه مش واجب في حقه. انت تحب تصيم ولا تتصدق ولا تعمل اعمال اخرى صالحه، ما يسالش. امر اخر هذاك، امر اخر. ما يسالش. يوصل الاعمال الصالحه الكل توصل للميت باذن الله. شكرا لك فضيله الشيخ. باش نواصلوا بعد لحظات استقبال اتصال هاتفي جديد. اما فقط حبيت نفتح قوس صغير برشا ليكم مشاهدينا الكرام. كنت تذكروا في حصص سابقه كانت عدى معنا مشاهد كريم اسمه سي عمر. سي عمر اللي كنت تذكروا كان تشوق برشا 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 الاداء العمره، وفما شخص معناتها ربي يهديه كان وعده باش معناتها يتكفل بكل مصاريف العمره نتاعو. وتخيلوا معناتها سي عمر رجل كبير وصل حتى عمل الفاكسان سي محمد، وللاسف الشديد بعد الرجل هذا اللي وعده معناتها ما كانش عند وعده وتخلى على الوعد هذايا. وسي عمر بعد ما حضر حتى البشاكر نتاع العمره نتاعو وعمل الفاكسان وتشوق برشا برشا برشا، والله تصوروا راجل كبير ومعناتها متاثر يبكي. لذلك حبيت ادعو اهل الخير معناتها انهم هما تبارك الله نتصور ماهمش شوي. وعمره ما نتصورش حاجه كبيره برشا باش تكلف، نعرفش انا قداش تكلف، اما ما نتصورش حاجه كبيره برشا باش تتكلف زوج ملايين ونص ولا ثلاث ملايين وما نعرفش قداش، مش باش تكون حاجه كبيره برشا على اهل الخير. رقمنا هاو تو تشاهدوه على الشاشه مشاهدينا الكرام. معناتها اذا كان فيكم شكون يحب من اهل الخير واحنا في شهر الخير وشهر الفضائل انه يجبر بخاطر سي عمر ويمشي ومتشوق برشا يمشي للعمره ويأديها، معناتها ان شاء الله ربي يحقق له هالامنيه هذه، ربي يسهل له. وانتم ما شاء الله ربي كذلك يحقق لكم كل الاماني نتاعكم ان شاء الله بثواب وكل شيء بثواب. وماذا بينا زاد كلمه الناس اللي توعد الناس بيه، خاطر هو ما طلبش راهو، هو ياكد لي يقول لي والله ما طلبتش انا، يقول لي ما طلبتش منه وهو وعدني. علاش توعد فيه؟ علاه؟ وخليه في الحاله هذيك. ثم ناس هذيا طبيعه حشاك فاسده لازم ينحيوها. كل شيء اي انا ونعمل وقت وبعد ما فما حتى شيء. شو ربي قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.
العقود جميع العهود اللي عهدت بها توفيها كل شيء من جملته انك ولا ما توعدش ولا ما توعدش هو تحية ليه كان يشاهد فينا وإن شاء الله ربي سهله أهل الخير متأكدة أنه فما إن شاء الله أهل الخير موجودين ولازم أنه واحد فيهم باش يجبر له خاطره وإن شاء الله نفرحوا بعد أنه مشى يؤدي في مناسك العمرة قوس صغير فقط حبيت نفتحه ونغلقوه ونواصله مع استقبال الاتصالات الهاتفية ونشوفوا شكون معنا على الخط. ألو 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 عسلام مساء النور شكون معنا؟ عيسى الحيندي من قرويت. مرحبا بك. مرحبا لعائشة. أي لعائشة شنو السؤال؟ السيد الشيخ على الصيام نتاع رمضان أنا مريضة عندي الأنسولين. أي. وهي مات في رمضان نصيمهم معنا قالوا لي حرام ولا هي مات نفطرهم في رمضان خلص عليا بنتي أنا ظروفي على قد خلص عليا بنتي. معنا أنا نحب نسأله خلص بنتي معارسة حلال ولا لا؟ أي. باهي لعائشة. إيه العيش كهو ذاك هو سؤال. شكرا ليك على سؤالك وبقية رمضان كريم إن شاء الله ليك فضيلة الشيخ. هو معناتها لهنا هي الإنسان اللي هو مريض مرض مزمن ومرض خطير وتزرق الأنسولين ما نظنش الطبيب شي يقول لها صيم رمضان هذه معناتها اختر كبير واضحة بالنسبة للحالة متاع العيش وراه الإنسان اللي هو يؤدي بنفسه للهلاك راهو حرام مش بالحق مش قالوا له حرام حرام انسان عباره قاعد ينتحر يعرفك الشيء ذاك باش يوصلوا للموت المحقق والا الفقدان حاسه من الحواس هذه معناتها واجب عليه باش الافطار تفطر ما تصيمش حتى ربي ان شاء الله يشفيك قادر سبحانه وتعالى والا ربي ما كلفكش بالصوم. نجيو للاطعام. الاطعام بالنسبة للناس اللي عندهم مرض مزمن هو مستحب راه هذا المشهور ما هوش واجب مستحب. بنتك تحب تعمل هالمستحب هذا صح عليه ربي إن شاء الله يجازيها ألف خير سواء فلوس أو الفلوس راجلها قاعد يحب هكا هذا من زاد لكم كان ألف خير هذا نحبوا وماذا بينا الناس تستانس بالعطاء وتستانس من ترخ في يديهم لأنه من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الناس اللي ناجحين وفالحين هم اللي يستانسوا يبذلوا الخير هذا نقولوا لها. شكرا. وإذا ليك. كان ما بنتها ما هي مسكينة تخاف لا كيف ما تصيمش ما يخرجوش عليها تخايب صيامها باطل لا حتى ما خرجوش عليك أنت تتسمى مانعة قدام ربي هذا نحب نبينه لها. شكرا لك فضيلة الشيخ محمد مشفر. نواصلوا مع اتصالاتكم الهاتفية مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا في متابعة برنامج فاسألوا أهل الذكر. مرحبا كنا في القروين وين مش نمشي وطويكة شوفوا شكون معنا على الخط. مرحبا مساء النور معك هنية من سيدي بوزيد. مرحبا بك يا هنية أنت اتصلت هنية تحب عندك سؤال تقدمه لفضيلة الشيخ محمد مشفر. برشا سؤالات برشا سؤال والسؤال واحد اعطينا شويه من برشا سؤالات راه اي هنيه تفضل. اي اول سؤالنا ما نعرفش نقرا قبل وما نعرفش المراه معنا الصيم التفطر سيدي رمضان ترد معنا فهمتي اي تردك فهمتي للي كبرت وليت نعرف نعمل اللي معنا شكرت من ايامات مش داريتهم قداش نسيتهم لو كيف يجي رمضان ولا نسمع الواحد نندم ياسر معنا فهمتي ما دليتهمش كاش باش ترد من اشهر ياسر نسيت ما دليت قداش باش ترد هذا اول سؤال. ايه الثاني سؤال عندي حلم انا تجيني ديما ومتعبتني ياسر كي رمضان عم نول جاني شكون قال لي عاود يداوي المساوين تولد وداوي معناها بصفه عامه المرض يمرض شكون اللي قال لك اسمعني اسمعني لهنية ايه شكون اللي جاك قال لك داوي؟ يعني واحد في الحلم في المنام اي ولكن حلم ساعات شيطان بيجي هاي. قل لي اي قل لي شنو واش قالك هو اسمعني تو يجيني حتىك في المنام تجيني رقد لي على رجلي كيف زيت رجلي ما عادش نجم نوقف عليه يا لطيف اي قعدت قداش قعدت 3 ايام يهاملوني يهزوني ويردوني معناها لطف الاطفال كي يمكن بوت اللي يجيني اي ويجيني في النهار كانك جبتني نسوين ومسكتها حبلك بالحق شنو جاتني ننساوين جاوك بديت انت خذيت براي وبديت تداوي
يعطيك سهم ما خذيت براي ومن جرا برشا حاجات عرضت لها انا وليت قلت خليني نجي وين نمسد ما يشيل تمسدهم اي نمسد تمسد اي ونقرا عليهم شويه قران هو قال لي يا به به هاي به به افهمني انا نحب نفهمها معناها لان ترى كيما قلت انت القران في المنام شيطان ولا به به شكرا لك يا هنيه على هذا سؤال اي هو باهرة وانا لو فات انها اتصلت سي محمد تحب تستفسر تحب توضح الامر شكرا لي على ثقتها في برنامجها شنو نقولوا لها ساعه بالنسبه للسؤال الاولاني ولا تحب نبدا بالسؤال الثاني هي معناتها السؤال الاولاني فيما يخص السؤال الاولاني ذولي قالت ما تصومش كانت اي وهذا الثاني بتاع والثاني اللي ولدت تداوي بعد ما حلمت فهمت هي ما حبتش هما هذو مجموعة معناتها البرة والواحد يحشموا والله لا يقطعها العادة هذه يحشموا ياسر ما ينجموش هذه عادة باهية الحياة معناتها المرأة تجيها أيامات ربي أوجب لها أنها تفطر فيهم هذا شنو هو هي مسكينة تفطر وما ترجعش وقعدت سنين الله هذا شنو هو اللي قالته هي احنا نقولوا له سنين الله قديش مثلا تقربهم مثلا 10 سنين 10 سنين تعرف المرأة عادتها مثلا 8 أيام الأخرى 6 أيام بركة هكا نقولوا 10 في 6 هذو 60 يوم مش حاجة كبيرة لا 20 في 6 120 يوم اليوم 4 شهور كيف تصيم اثنين وخميس بركة وتنويهم بالقضاء اللي فيه اثنين وخميس بركة في عام تعمل 3 شهور ترجع دينها يا ودي في عامين ترجع دينها الكل والثواب وتقرن النية احنا عندنا تقرن النية معناتها تنوي مفاتها وتنوي الثواب الاثنين والخميس وربي سبحانه وتعالى يكتب لها الزوز وهذايا اللي ما يقولش بيه احنا هذايا ما رجعنا الحمد لله يرحموا الشيخ الأخوة احنا كل مرة نحبوا نجيبوا عالم شو يقولوا على القليلة يرحموا اللي عملوا لتونس واللي قراوا حتى وقت يخرجوا من جامعة ستونة ما بطلوش باش نربحوا شوية الوقت السؤال الثاني خاطر يحتاج برشا كلام السؤال الثاني هي أن جاها إنسان في المنام هذا هي في المنام وقال لها داوي احنا سيدي الطب اليوم ب 11 سنة يقراوا بعد الباك وهذوما هما اللي داويوا والنجم الإنسان يجيه في المنام معناتها شيطان وينجم يبرك عليه بوت الليس مش يقعد بالجمعة ما ينجمش يقف أتبقى إذا كان فهل الإنسان قالوا له أقرأ شوية قرآن ويمسد على السقين ولا اليدين مش على البقايا الحساسة ذوكم حرام تحطش عليهم يد جملة واحدة باش نفهموا معاه يمشيوا يداويوا عند الطب مش هذا هذا يمسج لعل ربي سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم وغيره مع الدواء اللي يستعملوه مع الطبيب الأخصائي هو اللي يداوي أما هي بركة القرآن لعل ربي سبحانه وتعالى ياخذ بيدي ما يسالش ما داب القرآن أما مش تعتقد أنها هي اللي بش تداوي معناتها من العقم ومن كذا المداوي والشافي هو الله والكل بقية أسباب والناس اللي عندهم عقم يمشيوا للطبة ويتحقوا وإذا كان بركة باش إنسان يقرأ على روحه ولا يقرأ عليه غيره ما فيها بس شكرا لك يعطيك صحة فضيلة الشيخ محمد مشفر على كل الإجابات هذه ننتظر أسئلتكم مشاهدينا الكرام على الهاتف عبر الفيسبوك والبريد الإلكتروني مرحبا بكل الأسئلة متاعكم سواء كنتوا داخل تونس وإلا خارجها نرحب بكم مشاهدين أوفياء ومتابعين البرنامج فاسألوا أهل الذكر هكا نكون وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لختام لقانا بالنسبة لحصة اليوم تقبل الله منكم جميعا القيام والصيام شهية طيبة لكم جميعا ونلتقي إن شاء الله على خير وصحة وسلامة إلى اللقاء.